مرحبا بكم في مكتبتي. نعود إلى الأمثال والعبارات. الأمثال جمع مثل، والعبارات تتكون تتقال بين الناس، الإيديامس كما يسميها الأمريكان، من العبارات السائرة في المغرب، عبارات شروط الخزيرات. معنى هذه العبارة؟ أنتم تعلمون أن ظروفا قاسية مرت بالمغرب في مطلع القين الماضي، وكان مضطرا للحضور في مؤتمر عقد في مدينة الجزيرة الخضراء التي تحمل في الاصطلاح الإسباني الخزيرات. هذا المؤتمر مر بمراحل عسيرة، وفي الأخير انتهى إلى شروط فاقت 100 شرط، وكلها شروط مجحفة يعني حائرة. المغاربة الآن عندما يريد أحدهم أن يشترط شروطا في موضوع ما، يقول له خلاص من هذه الشروط الخزرت، يشير بذلك إلى حدث تاريخي مهم ينبغي لأبنائنا ألا ينسوه، لا سيما واتفاقية الخزيرات تبعتها تداعيات كبيرة. هناك من الأمثال التي تتعلق بالمواقع الجغرافية، مثل الذي يقول أو العبارة التي تقول أصيلة صغيرة ومحينها كبار. معنى هذا المثل الذي يوجد في كثير من المقالات وفي كثير من العروض، أن هذه المدينة الصغيرة، صغيرة المساحة، صغيرة الحزم، مرت بظروف قاسية مع الدول الأخرى التي كانت تطمع فيها، وظهر من خلال هذه الظروف ظهرت أسماء أبطال عظماء فيما يتصل بالدفاع عن المرأة، وظهرت آليف تتعلق بالمرأة. أصيلة هذه المدينة الصغيرة يعني لا ينبغي لك فقط أن ترى حجمها، ولكنه اسأل عن تاريخها، فهو تاريخ حافل بالأمجاد، وهو تاريخ ينبغي أن يكون قدوة لنا. وقد أتيح لي الحظ أن أبحث عن المصادر التي تتناول تاريخ مدينة أصيلة، فوجدت حقيقة كتابات مشرفة مشرقة، وخاصة باللغة البرتغالية التي تسمي الأصيلة بأنها المدينة الشريفة الحرة التي تعرف كيف تدافع عن نفسها في وقت الدفاع، وكيف تزكي نفسها في وقت التزكية. هناك من الأمثال التي يروج